معانا أم محمد من السعودية. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بيكي. أهلا بك دكتور. تفضلي. الله يعافيك دكتور. أنا عندي الحمد لله أطفال 4. ربنا يخلي. الكبير الحمد لله كويس ومحترم وكويس الحمد لله دراسته. تمام. الثاني يعني وسط، بس إنه عنده قلة الاحترام، ما يحترم أحد. بالبيت يطلع جنانه، بس برا ما يقدر يواجه الناس، ما يقدر يناظر فيهم. يعني لو بغى يكلم أحد يعني ما يواجهه أو إذا أحد هاشه. الثاني طيب. خجول، مجتهد بدراسته بس ما يواجه برضه نفس الشيء. الثالث؟ الثالث خجول. خجول؟ يعني كويس بدراسته بس إنه ما يواجه، لا طلب من المدرس نشاط أو أي شيء ما يعلمني. ما عندوش ثقة في نفسه يعني. ولا شيء. نعم؟ ما عندوش ثقة في نفسه. أيوة. الثالث مرة برضه ما عنده ثقة بنفسه، النظرة بعيونه تحس أنها متشتتة، لقيت أدرسه ولا شيء. ما ينظرون لي. طيب خليني أسألك سؤال أم محمد، مين فيكم بيضرب العيال يعني، ولا أنتوا بتضربوهم ولا لأ؟ لأ أنا أضربهم. بتضربيهم. طيب هل كان تفضلي. احيانا اكون يعني مره طيبه معهم لدرجه اني احاول اني ما اكون عصبيه، بس لدرجه انهم يطلعوني عن طوري. فاحنا بنحاول نكون مش عصبيين، لكن في النهايه ممكن نكون بيطلعونا عن شعورنا فبنتعصب. كل الطاقه اللي فيني ياخذونها ويرجعونها علي بالعصبيه. طيب هسألك سؤال تاني يا محمد، هل في حماية زايدة يعني انت بتخافي عليهم قوي فانت تقريبا بتخليهم ما ينزلوش لوحدهم، او هم صغيرين ما كانوش بينزلوا لوحدهم؟ في حد حال. نعم يعني كثير بتعملي كده فعلا؟ كثير اكون خايفة عليهم، كثير اكون خايفة عليهم من المجتمع الخارجي، بس الحين انا الحين هذا مضايقني، صاروا ما يقدرون يواجهون. طيب انا هرد يعني، خاصة يعني في بعضهم حركاتهم زايده، الصغير يعني درس الكي جي 1 كي جي 2، الحين كي جي 3 عليه يدخله. طيب انا هرد عليك يا محمد، اشكرك لاتصالك. من ضمن الحاجات اللي ممكن نكون احنا بنعملها واحنا ما نقصدش مع اولادنا هي فكرة الحماية الزايدة. الحماية الزايدة معناها اني انا خايف على اولادي من كتر ما انا بسمع وبشوف على السوشيال ميديا، فبخاف على اولادي قوي، فدايما بتحرك معاهم وهم صغيرين، ما بسيبوش يعمل اي حاجة لوحده، دايما حتى لو بيلعب ببقى انا واقف جنبه وهو بيلعب، ما ينفعش ان هو ينزل الشارع، ما ينفعش ان هو يتعامل مع حد. الفكرة دي، فكرة التخويف ده او الحماية الزايدة، ممكن تؤدي في النهاية ان اولادنا يبقى ما عندهمش ثقة في نفسهم. بالإضافة إن أنا لما بضرب ولادي بخوفهم كمان، يعني أنا لما بضرب ولادي بيبقى عندهم إحساس بأن هو عنده قلق أو عنده خوف، فبالتالي بتكون برضو النتيجة إن هو ما يكونش عنده ثقة في نفسه. هقولك على حاجة بس بسيطة إن أنت تعمليها، إحنا هيبقى عندنا حلقة عن الثقة بالنفس، إزاي نزود ثقة ولادنا بأنفسهم، ولكن حاجة بسيطة تعمليها. رقم واحد، هنديلهم شوية مساحة كده إن هم ممكن يعملوا الأشياء بنفسهم. أي حاجة، كل أب وكل أم، أي حاجة ابنك بيعرف يعملها لوحده أرجوك ما تعملهاش. لو هو بيعرف يلبس يلبس، حتى وهو عنده سنتين ثلاثة وهو بدأ إن هو يعمل حاجات لوحده خليه يعمل الحاجات دي لوحده. أي حاجة هو يقدر يعملها لوحده أرجوك أنت ما تعملهاش بالنيابة عنه، لأن هو في النهاية هيعتمد عليك، مش هيعيش التجارب اللي مفروض إن هو يعيشها، وبالتالي مش هيعرف يتعامل مع تحديات الحياة. اديلهم مساحة من الحرية، اديلهم بعض المهام الصغيرة اللي هم ممكن يعملوها، شجعيهم إن هم بيعملوا هذه المهام. وبعدين حاجة مهمة جدا، أرجوكي بطلي تضربيهم، بطلي تعنفيهم، بطلي صراخ. في النهاية الحاجات دي أنا مش هقدر أعمل الحاجتين مع بعض، إن أنا أكون بضرب ولادي وبأسى عليهم وطول الوقت تعليمات وطول الوقت انتقادات، وفي النهاية أطلب منهم إن هم يطلعوا بره في المجتمع يعرفوا يواجهوا المجتمع. الاتنين دول مش هيتفقوا مع بعض خالص. بطلي ده وادي لهم شوية مهام، وشوية شوية هيبقى عندهم ثقة في نفسهم. واستنينا في الحلقة بتاعة الثقة.